سلام الله عليكم مشاهدينا في هذه السلسلة من الحلقات التي راجعنا فيها تجربة حركات الاسلام السياسي خلال فترة التحولات في المنطقة العربية منذ العام 2011. هذه الحلقة سنفردها لتقييم تجربة حركات الاسلام السياسي الشيعية واقعها ومستقبلها. هذه التجربة التي توصف بأنها اتسمت بالمعارضة والثورة ومع وصول بعضها للحكم فإن تجاربها تنوعت واختلفت. بينما انخرطت بعضها في العمل السياسي داخل دولها وواجهت اخرى القمع والتخوين. يؤخذ عاده عليها انها لا تملك خبره الحكم والسلطه وانها تعاني من الانغلاق والحذر من الانفتاح على التيارات الاخرى، فهل هذا فهل هي كذلك فعلا؟ ويقال انها تعاني من التحريض المذهبي والتكفير الطائفي. فهل هذا يشكل معضله لحركات الاسلام السياسي الشيعيه في ممارستها للحكم والعمل السياسي؟ مشاهدينا عن هذه التجربه نستضيف هنا في الاستوديو الباحث الدكتور محمد مهدي شريعه مدار المستشار الثقافي للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في لبنان ومن تونس الدكتور محمد الجوماني الباحث في الفكر الاسلامي من بغداد الاكاديمي والباحث الاستاذ علي الفواز حييكم ضيوفي جميعا أبدأ معك دكتور شريعة مدار من عنوان عام عن الإسلام السياسي الشيعي عندما يذكر الإسلام السياسي الشيعي أو الشيعة في العمل السياسي دائما يقال بأنه الشيعة أو الحركات الإسلامية الشيعية لم تكن في التاريخ تملك تصورا للحكم وللعمل السياسي بسبب معارضتها بالأساس لنظام الخلافة واعتمادهم طبعا على حاكمية الإمام هل فعلا هذا هو السبب أي أنه هو سبب فقهي هو ما جعل الإسلام السياسي الشيعي لا يكون في 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 السلطة خلال فترة تاريخية طبعا نتحدث ليس ليس الآن يعني خلال فترة تاريخية أو عموما يعني عدد التجربة الإيرانية لا يكون في السلطة هل هذا هو السبب فعلا؟ في سبب فقهي نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا قد يمكن ان نقول بان التشيع بدا سياسيا ثم انتقل الى مرحله المرحلات العقائديه والفقهيه لا اريد ان اذهب الى الماضي كثيرا لكن بشكل عام الفكر السياسي الشيعي والفقه السياسي الشيعي دائما كان في المعارضه بسبب الاضطهاد الذي لقيته المجتمعات الشيعيه من السلطه ومن الحكومات التي كانت تعتمد المذاهب الاخرى، انا لا انطلق في هذا الحديث من منطلق مذهبي او فقهي وانما اتحدث على ارض الواقع، الواقع بان الحكام الذين حكموا باسم دول الخلافه الاسلاميه على مدى التاريخ من الخلافه الامويه او ما يسمى بالخلافه الامويه الى الخلافه العباسيه الى العثمانيه الى العالم الجديد الذي افرزته الحرب الحربان العالميتان كانت يعني تعتمد او تظهر بان حكمها يعتمد الفقه والفكر الاسلامي بشقه السني ولذلك كانت كان الشيعه دائما في حاله عزله مم. عن السلطه الا طبعا هناك بعض الاستثناءات لا لا, لا نتحدث عن صفر مئة في في استثناءات لكن بشكل عام هل هذا هو ناتج عن الفكر السياسي الشيعي او الفقه السياسي الشيعي او لا ناتج عن واقع تاريخي هذا هو فرض على اريد معرفته انا اتصور بانه فرض ناتج نعم ناتج ليس ناتجا عن الفكر السياسي الشيعي او الفقه م. السياسي الشيعي بل عن الواقع الذي فرض على المجتمعات الشيعي. الشيعيه م. وبالمناسبه هنا اود ان اقول بانه في العقود الاربعه الاخيره حيث تحقق حكم اسلامي شيعي في ايران في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه انتقل الفقه السياسي الشيعي من مرحله المعارضة إلى مرحلة ممارسة الحكم ممارسة الحكم والسلطة على الأقل في جزء مهم منه طيب دكتور اسمح لي سنتحدث عن نماذج بعينها لحركات الاسلام السياسي الشيعية لكن لابد أن نسجل أيضا كما حركات الاسلام السياسي وحلقات السابقة التي أكدنا فيها على هذه الفكرة حركات الاسلام السياسي في العالم العربي غير الشيعيه السنيه يعني لم تكن لا نستطيع تقييمها بسله واحده ايضا تجارب حركات الاسلام السياسي الشيعيه لكل تجربه خصوصيتها كما سنرى في حلقتنا هذا اليوم. قبل ان انتقل الى ضيوفي دكتور اريد ان اسال عن نقطتين النقطه الاولى تتعلق بمساله ولايه الفقيه، هل هذا المفهوم الفقهي يتعارض مع ممارسة الحكم في في دول ديمقراطية أو مدنية أو إلى آخره هل كان عائقا؟ تقصد في التجربة الإيرانية الحديثة طبعا نعم أو حتى يعني من يؤمنون من حركات الإسلام السياسي الشيعية بولاية الفقيه هل هذا يمنعهم؟ هل هو عائق أمام يعني ممارستهم الحياة الديمقراطية في بلدانهم؟ ملاحظة أولى أولاً لا يوجد أحد لا يؤمن بولاية الفقيه وإنما الإشكالية هي في مدى صلاحية هذا الفقيه يعني مثلا في الشؤون الحسبية في الفتوى في, في الكثير من المجالات الكل يؤمن بولاية الفقيه إذا المشكلة ليست في ولاية الفقيه وإنما في مدى الصلاحيات التي تؤمن بها الحركات الإسلامية الشيعية هذه نقطة أولى النقطة الثانية إذا أخذنا التجربة الإيرانية نرى أن هناك نظام دستوري يعتمد في الكثير من مجالاته على صناديق الاقتراع على أصوات الشعب هناك حريات بشكل كبير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لذلك يمكن أن طبعا هناك تفاصيل إيران اليوم دوله مؤسسات دوله دستوريه فعلا. دوله قوانين دوله تشريعات دوله فصل سلطات دوله مراجعه هذه هي الخصوصيات التي يجب ان يتميز بها كل نظام ديمقراطي م. مراجعه اصوات الشعب فصل السلطات تداول م. السلطه وما وما الى ذلك دوله مؤسسات دوله م. دستور هذا كله يوجد لكن في اطاره آه الديني طيب في نقطة أخرى ولذلك دكتور... نحن نسمي نحن نقول سيادة الشعب الدينية وليس يعني الديمقراطية في إطارها الديني في نقطة أخرى عن المرجعية لكن أريد أن أسمع رأي ضيوفي في هذه الحلقة أيضا أو نسجل نوع من التمهيد في هذه الحلقة. دكتور رجوماني هل نستطيع أن نسجل ملاحظات عامة على تجربة حركات الإسلام السياسي الشيعية بصوره عامه اكرر انا سنتحدث في هذه الحلقه عن نماذج بعينها ولكن بصوره عامه هل نستطيع ان نسجل ملاحظات عامه كعناوين في هذه الحلقه؟ مساء الخير حياك الله وتحيه لضيفيك الكريمين. اولا انا بحسب اطلاعي لا ارى فارقا اساسيا بين الاسلام السياسي الشيعي والاسلام السياسي السني في المنطلقات والاسس فكلا الطيارين يهدف إلى في بدايات وأصول الفكرية إلى إقامة ما يسمى بالنظام الإسلامي أو الحكومة الإسلامية كما سماها الإمام الخميني المنطلقات هي أن الإسلام نظام للحياة وأن الإسلام دين ودولة وأن الإسلام لا يهتم بقضايا الفقه والحيض والنفاس كما قال الإمام الخميني في النجف وإنما يهتم بشؤون المسلمين جميعاً اذا هذه المنطلقات التي تطورت ايضا مع الوقت ملاحظتي الثانيه ان الامام الخميني فيما اعرف احدث نقله نوعيه كبيره في استحداث نظريه ولايه الفقيه لان الشيعة ظلوا في المعارضة عبر التاريخ وظلوا مقموعين بصفة عامة ولكن فكرة إقامة إنشاء ولاية الإمام ونظرية التقية والانتظارية التي سادت لوقت ما ربما غيرها الإمام الخويني عندما استحدث نظرية ولاية الفقيه أي أن إنشاء الفقيه يمكن أن ينوب الإمام الغائب في إقامة نظام الإسلام وكانت ربما هذه الفكرة محركا أساسيا في إيران وفي نظريات أخرى الملاحظة الثالثة ايضا اعرف ان ولايه الفقيه فيها ايضا رؤيتان. واحده تقول بانها ولايه على الامور الدينيه ان شئنا والفقهيه فقط كما يذهب الى ذلك المرحوم مهدي شمس الدين وهنالك من يراها ولايه عامه في الدين والدنيا في شؤون الدوله وفي شؤون الفقه وفي جميع المجالات. اذا بصفه عامه سواء انطلقنا من ايران او من العراق حيث ربما هنالك أغلبية أو شيعية أو في مناطق أخرى حيث توجد حركات سياسية شيعية في وسط أغلبه سني الأمور ربما أيضا اختلفت كما في لبنان أو في البحرين أو في مناطق أخرى طيب دكتور علي الفواز حياك الله مباشرة أيضا نحن نتحدث عن تجربة حركات الإسلام السياسي الشيعية فيما يتعلق بالعمل السياسي هل يمكن أن نصف التجارب حركات الإسلام السياسي الشيعية في الحكم كما في إيران في العراق ربما أيضا بشكل نسبي لأنه في محاصصة في العراق أو مشاركتها نسبيا أيضا في من خلال الحياة السياسية كجزء من مكونات البحرين نموذجا الكويت مثلا لبنان هل يمكن وصف هذه التجارب بانها كانت تجارب ناجحه ام ليس بعد استاذ كمال يعني الحديث عن التجربه العراقيه بشكل خاص يعني له منصات متعدده لان توصيف الحكم في العراق بانه حكم شيعي هذا فيه يعني تجاوز على الواقع الحقيقي لان التوصيف هذا التوصيف الى حد ما يحجم هذه التجربه او يحجم توصيف الفعل السياسي في العراق الذي يدار باغلبيه شيعيه حتى حديث الاسلام السياسي انا بتقديري لا اميل الى كلمه توصيف بان الاسلام سياسي ربما هناك من يسال بان هناك اسلام ثقافي واسلام فقهي وهناك اسلام اقتصادي اعتقد ان السياسه تدار بمرجعيات اسلاميه او بفقهيات اسلاميه حتى يمكن السياسه ان تؤطر بانها فن المصالح فن اداره الممكنات فن اداره العلاقات فن اداره المكونات ومصالحها لذلك الان التجربه العراقيه بحكم التحديات الخطيره التي تتعرض لها ان كانت تحديات اقليميه او تحديات داخليه او تحديات دوليه، هذا يجعل هذه يعني هذه التجربه دائما محاطه باخطار، بدءا من اخطار مواجهه الاحتلال الى مواجهه القاعده، الى مواجهه الحرب الاهليه التي حدثت 2006 2007، الى مواجهه داعش، كل هذه الحروب الثانويه التي صنعت لكي تحجم هذه التجربه الجديده في العراق التي نقول عن انها تجربه ديمقراطيه او انها تجربه تحول ديمقراطي لكن كل هذا يجعل ان الحديث عن ان هناك حركيه اسلاميه او حركيه تدار بمرجعيه الاسلام في العراق، اعتقد هذا فيه تجاوز على الحق، لان العراقيين الان يبحثون عن مفهوم واقعي وعقلاني واجرائي م. لمفهوم الدوله، م. وهذه الدوله ان لم تكن مبنيه على اسس مؤسساتيه م. وعلى اسس دستوريه وعلى اسس عقلانيه بحيث تكون حاضنه للجميع وبالتالي يصبح الاسلامي يمكن ان يتمتع وغير الاسلامي يمكن ان يتمتع بحقوقه كمواطن يعني هذه آه الاستاذ أستاذ علي اعتقد ان استاذ علي هذه نظره للمستقبل يعني او ما يجب نعم. ان يكون عليه الوضع لكن اذا سمحت لنا نبقى في تقييم التجربه ذاتها يعني تقييم الاداء ذاته دكتور شريعه مداري هنا في شريعه مدار هنا في الاستوديو تحدثت عن الامام الخميني عن ثورة الإمام الخميني وتحدث السيد الجوماني عن ثورة الإمام الخميني بأنه افتتح أو أو بدأ كان في محاضرات بال 75 1975 عن الحكومة الإسلامية يقال بأنها هي كانت السبب الأساسي في انتقال الإسلام السياسي الشيعي على الأقل في إيران إلى مرحلة الحكم والدولة تسمح لي قبل ان نسال هذا السؤال ان نتابع ما قاله رئيس حركه النهضه الشيخ راشد الغنوشي حول هذه النقطه نتابع ما قاله الشيخ راشد ثم نعود الثوره الايرانيه كسرت الى حد كبير ذلك القالب العقدي الذي سجن فيه او سجن فيه ان ان كل المعارك طبيعتها عقائديه لا كثير من المعارك طبيعتها مش عقائديه بل يمكن ان تكون بين المسلمين الصراعات بين المسلمين لم تكن كلها من أجل العقيدة بل أقلها ما كان من أجل العقيدة الصراعات الدموية في تاريخ الإسلام كانت صراعات على السلطة صراعات على الثورة على الثروة صراعات على المكانة فهذه الصراعات القوالب التي تلقيناها خاصة من فكر سيد قطب لم تكن لتستوعب طبيعة الصراعات الدولية ولذلك جاء فكر خميني ليقدم ليقدم لنا إسعافات في الحقيقة ليقدم لنا أطر يمكن أن نستوعب فيها جوانب من الصراع ما, ما كانش مستوعبة يمكن أن بالتالي أن تكون لنا تحالفات هذا ما قاله الشيخ راشد الغنوشي دكتور شريعة مدار هذا أدى الثورة وهذا الفكر أدى إلى قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكن ثمة من يقول أنه كيف يستقيم مفهوم الجمهوريه مع مفهوم الـ الـ الاسلاميه، الجمهوريه تعني لبرله المجتمع، انتخابات وبرلمانات واحزاب والى اخره، والاسلاميه تعني حكم الشريعه. كيف آآ آآ يعني استطاعت الجمهوريه الاسلاميه او هل فعلا هي استطاعت اليوم الجمع بين المفهومين وكيف؟ اولا في مفهوم الديمقراطيه او الديمقراطيه الليبراليه او الليبراليه الليبراليه الجديده وكل ما وصل اليه العقل البشري واخر ما توصلنا اليه نحن في منطقتنا الديمقراطيه التوافقيه هناك الكثير من الاشكالات التي يمكن ان تؤخذ على هذا النمط في الحكم ولذلك تطورت هذه الفكره فكره الديمقراطيه لذلك ان ناخذ الديمقراطيه او الديمقراطيه الليبراليه بمفهومها الغربي او بمفهومها السائد في منطقتنا وفي دولنا او في بعض دولنا، لنؤسس عليها لنقد التجربه الاسلاميه في ايران او في اي مكان اخر، هنا في اشكاليه منهجيه في الموضوع، من قال ان الاساس في تقييمنا لاي تجربه من التجارب البشريه هو ما توصل اليه الغرب لحد الان الغرب قد يمكن ان يتوصل الى نظريات جديده في المستقبل يعني ايران ويمكن... اشترحت نوع من نظام الحكم الخاص فيها بالتاكيد بالتاكيد هناك هذا اولا، ثانيا اذا اخذنا الديمقراطيه مفهوم الديمقراطيه كما قلت سابقا والمميزات التي تميز النظام الديمقراطي عن غيره، نرى بان كل هذه الاليات مش موجوده وانما مضمونه في الدستور دستور الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، بمعنى ان الشكل هو ديمقراطي يعتمد على اراء الشعب دولة المؤسسات، دولة الدستور وما الى ذلك، فصل السلطات، كل المميزات التي تتميز بها يتميز بها اي نظام ديمقراطي، لكن اللب هو الاسلام الاسلام وطالما ان هذا الشعب يريد الحكم الاسلامي فلذلك بكل سهولة يمكن التوفيق أو التلفيق بين ما تفضلت به أو ما قلت أنه الديمقراطية أو لبرنة أنت عبرت يعني يعني. أنا لا أرى في منها. سؤال آخر دكتور يعني يقال بأنه نجاح النسبي لتجربة الإسلام السياسي الشيعي في إيران لا تعود إلى قوة الحضور الفكري والفقهي ل لحركات حركة الإسلام السياسي الشيعية الإيرانية إنما لطبيعة المجتمع الإيراني باعتباره مجتمع له حضاره كبيره ثقافه متميزه هو من انجح التجربه وليس قوه الفكر اي اي ظاهره سياسيه او مجتمعيه لها عده عوامل من دون شك ان الحضاره الايرانيه العريقه لها دورها لكن عاده نحن في تحليلنا السياسي للظواهر السياسيه ناخذ فقط الجانب السياسي وننسى الجانب المعرفي الجانب المعرفي بمعنى الجانب الفكري والفقهي في هذه التجربه ضروري جدا لنا جميعا ان نقوم بدراسته دراسه جيده لان لان هذا هو الاساس نعم اذا كان هذا البناء بناء متينا تاتي هذه الحضاره لتحقق هذا الفكر او هذا الفقه على ارض الواقع وتحقق تجربه رائده وناجحه كما يعني لاحظناه في الاثنين معنا. من دون ها. شك الاساس هو البناء المعرفي والفكري والفقهي لي لي لهذه التجربة ثم تأتي العوامل السياسية والمجتمعية والتاريخية والحضارية الأخرى لتساعد على بلورة وتحقيق هذه التجربة الجانب المعرفي والفقهي مهم جدا <applause> اسمح لي دكتور شريعة مدار وضيوفي ومشاهدينا أتوقف مع فاصل قصير بعده مباشرة نكمل في هذه الحلقة أبقوا معنا تحيه جديد مشاهدينا في سلسله الحلقات التي نراجع فيها تجربه حركات الاسلام السياسي وفي هذه الحلقه نفردها بشكل اساسي لتقييم تجربه حركات الاسلام السياسي الشيعيه دكتور الجوماني ابدا معك بالعلاقه بين حركات الاسلام السياسي الشيعيه تحديدا دعنا نتحدث عن النموذج الايراني آه، الذي شكل ربما في مرحلة ما بعد الثورة الإيرانية 79 نموذج لأغلب حركات الإسلام السياسي العربية التي تواصلت أعجبت تفاعلت ووجدت أمامها نموذج آه، يمكن أن يكون داعم ويحتذى إلى آخره آه، عن هذه العلاقة ماذا يمكن أن نقول وأيضا تحولاتها وتبدلاتها لأن العلاقة لم تبقى كذلك العلاقة خلال سنوات الماضية على الأقل ثمان سنوات أو سبع سنوات الماضية تبدلت من من حال إلى حال من إعجاب ونموذج وتكامل إلى حالة إلى نوع من العداء ربما الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني أضافت كثيرا للحركات الإسلامية عموما السنية والشيعية كان الامام الخميني يعد احد المجددين الاسلاميين الكبار اضافت كما قال الاستاذ رجل الغنوشي البعد الاجتماعي والسياسي فكر الاخوان في اغلبه كان فكرا تربويا وروحيا وتاريخيا ولم يتوغل ربما في القضايا الاجتماعيه والسياسيه التنظيرات الايرانيه حول الشيطان الاكبر وحول المستضعفين وحول القراءات الاجتماعيه للتاريخ كانت لها اثار واضحه في تفكير الاسلاميين السنيين اذكر على الاقل في تونس لم تاتي فقط افكار الامام الخميني بل ايضا ايات الله منتظري و مطهري افكار الدكتور علي شريعتي التي انتشرت بقوه في بعدها الاجتماعي اذا كان التواصل خاصه مع الاسلام الشيعي العربي كتابات آية الله محمد باقر الصدر وتنظيراته في الاقتصاد خاصة وفي الفلسفة كانت تسري بين الإسلاميين كالكتابات السنية تماما <applause> لم تكن هنالك حزازية السنة والشيعة في ذلك الوقت على الأقل في الثمانينات انتقال إيران من الدولة من الثورة عفوا إلى الدولة يعني ربما غير بعض الأمور أذكر حتى في الحرب العراقية الإيرانية كان الجمهور السني في اغلبه منحاز الى ايران، رغم ان العراق عربيه وكانوا يعتبرون حربا ظالمه ضد دوله ناشئه وضد ثوره تريد ان تعيد الاعتبار للقدس وللقضيه الفلسطينيه وللمسلمين بصفه عامه، لكن ظهور ربما العنصر الطائفي في الاثناء مع تحول الثوره قلنا الى دوله مع اشتغال بعض الجهات الاقليميه على اثاره النعرات الطائفيه غير الاوضاع وجعل ربما ايران م. تدخل في نوع من التصادم مع بعض انشاء الحركات الاسلاميه م. ولا ننسى استاذ كمال خاصه هذا بدا دكتور الجوماني بدا مع ما, ما, ما سمي بالربيع العربي يعني مع بدء التحولات من هنا يمكن ان نضع تاريخا لبدء هذا الـ هذا الـ هذا الخلاف او التبدل في العلاقه خاصة أقول يعني أن الموقف من الثورات الربيع العربي وخاصة الصدام الذي حصل على أرض سوريا كان له آثار مدمرة في العلاقة بين الأطراف ربما الإيرانية على وجه الخصوص والشيعية عموما والأطراف السنية لأن سوريا كانت محطة مهمة بالنسبة للإسلاميين السنيين الإخوان المسلمون بسوريا كانوا إلى إلى الإخوان المسلمين بمصر لهم أعلام ولهم تاريخ ولهم وقع في حركات الإسلام عموما السياسية السنية وأيضا سوريا كانت محطة مهمة بالنسبة لحزب الله وبالنسبة لإيران في الدخول إلى المنطقة ونقطة استراتيجية إن شاءنا في علاقة بالكيان الصهيوني وبملفات المنطقة في البداية أنا أذكر أن ايران كانت منحازه لثورات الربيع العربي وكانت قد عقدت مؤتمرا للصحوه الاسلاميه وصدعت فيه وفود من مصر ومن تونس وكانت تعتبر ان ثورات الربيع العربي نوع من التواصل مع ثوره الامام الخميني في نهايه السبعينات وايران استقبلت محمد مرسي رئيس الجمهوريه في مصر والشخصية الإخوانية المعروفة وتغيرت الأمور لاحقا بالطبع لما تصادمت الرؤى في سوريا, في سوريا وعبر عن ذلك بطبع بكل أسف المرحلة السابقة لأن الصراع في سوريا من جهة أوقع عداوة بين ما كان يسمى بخط الممانعة والحركات الإسلامية السنية وأحدث أيضا نوع من التصادم بين جناحي المقاومة الإسلامية السنية في فلسطين والإسلامية الشيعية في لبنان طيب قبل أن ننتقل إلى بغداد الدكتور شريعة مدار الذي تعليق يعني أنا أتفق مع الكثير مما قاله لكن أرى بأننا بأن علينا أن نضع كل ما تفضل به وأمور أخرى في الاطار الاستراتيجي الحقيقي للقضيه، الحقيقه هي ان الثوره الاسلاميه في ايران اسست لمرحله جديده، كانت مشروعا حضاريا، عالميا، استراتيجيا، كل هذه التفاصيل والجزئيات تدخل ضمن هذا المشروع. هناك اليوم مشروعان في المنطقه، المشروع المقاوم والمشروع الاخر. حاولوا اجهاض هذا المشروع الذي نادى لتحقيق استقلاليه الشعوب لاعاده عزه الامه الاسلاميه للدفاع عن المستضعفين عن القضايا العادله عن قضيه فلسطين حاولوا اجهاضه عبر المؤامرات الانقلابات المحاولات الانقلابات العسكريه التي حصلت في ايران عبر الحرب المفروضه على ايران عده محاولات جرت لم تنجح هذه المحاولات فلذلك بدأوا بالضرب على الوتر الطائفي, الطائفي. على في الحقيقه م. مشروع الثوره الاسلاميه فوق القوميه وفوق الطائفيه وفوق المذاهب. في نقطه المذهبي ذكرها الدكتور الجوماني حول ثورات بين قوسين الربيع العربي، الا تعتقد دكتور بان او او هكذا يقال انه الايرانيون ان الايرانيين اخطاوا عندما اعتبروا بان ما يجري في البلدان العربيه هو صحوه اسلاميه. ليكتشفوا ان هذا ولو جزئيا في بعض المناطق لم يكن كذلك وان الامور اصبحت تتكشف بالنسبه لهم عن وجود مشروع اقليمي ودولي في هذه البلدان، هل اخطا الايرانيون عندما قالوا ان ما يجري هو صحوة إسلامية امتداد للثورة الإيرانية كما كما حصل في المؤتمر الذي تحدث عنه الدكتور الجوماني هل هناك عدة تفاسير بالنسبة لما جرى في الم... هناك من يقول بأن كل ما حصل في إطار الثورات الربيع العربي أو الصحوة الإسلامية أو سمها ما شئت كان مخططا له مسبقا من قبل الآخرين هناك من يقول أنه لا كان حالة حالة شعبية لكن البعض جاء وركب هذه الموجة بغض النظر عن تحليلنا وتفسيرنا لهذه الظواهر إيران كانت مع هذه الثورات لأسباب ثلاثة لأن كلما كانت الثورات في هذه المنطقة أو في أي مكان مناهضة للاستعمار والصهيونية تعتمد على الشعبية وعلى إرادة الشعوب وثالثا تتفق مع المبادئ الاسلاميه، هذه المميزات الثلاث هي التي جعلت ايران تؤيد هذه الثورات. ثورات الربيع العربي ايا كان منشاها والى اين الت الامور موضوع اخر، لكن ايران ايدت هذه الحاله لهذه العوامل الثلاث، وكلما كانت كلما اقتربت اي حاله في المنطقه من هذه, هذه و... العوامل من هذه العوامل آ... تكون صحوة. تكون تكون باتجاه المشروع الذي دعت اليه الثوره الاسلاميه في ايران وما زالت تدعو بالنظر الى تاريخ الحركات الاسلاميه استاذ علي الفواز المستغرب ان بعد انتصار الثوره الاسلاميه في ايران 79 لم يكن هناك ثمه مشكله يعني الاختلاف المذهب لم يكن مشكله كانت هناك علاقه تحالف اعجاب كما استمعنا من الشيخ راشد الغنوشي مجله الاخوان المسلمين بمصر وصفت في 11 فبراير 1979 بانه ثوره اسلاميه اعادت الحسابات وغيرت الموازين ووصفتها بانها اعظم ثوره في التاريخ الحديث. القيادي في حركه الاخوان المسلمين حسن الترابي كتب يقول لقد سبقت الحركه الاسلاميه السودانيه سبقت حركه الاخوان المسلمين الى تاييد الثوره الاسلاميه منذ حلول الخميني في باريس حيث تتالت المسانده الاسلاميه السودانيه في نوفل شاتو وانتهاء بطهران وقم، يعني آه يعني لم تكن لم تكن لم يكن المذهب عائقا لماذا المذهب آه اصبح آه عائقا الان يعني لم تكن هناك حاله حاله تحريض طائفي، الاختلاف الطائفي او المذهبي لم يكن مشكله. لماذا تحول فيما بعد الى مشكله بين حركات الاسلام السياسي الشيعيه عموما وهنا نتحدث عن نموذج ايراني وبين حركات الاسلام السياسي السنيه. يعني لا شك ان الثوره الايرانيه عام 79 احدثت هزه كبيره ونقله نوعيه في مفهوم الثوره في مفهوم التحرر في اعاده انتاج النموذج الشيعي بوصفه نموذج يمكن تداوله لصناعه الدوله، لصناعه الثوره، لصناعه الحريه، لا سيما وان هناك مرجعيات كبيره للفعل الثوري الشيعي، يعني احنا لا نتحدث فقط عن ان النموذج الايراني هو نموذج جديد، وانما النموذج له علاقه عميقه في التاريخ، يعني الحركات الشيعيه تاريخيا كان لها حضور كبير. في تقديم نموذج للحكم الشيعي اذا جازت هذه التسميه يعني ولو بـ 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 بتوصيفات اخرى يعني حين حكم البويهيين البويهيون في في بغداد حين حكم الادارسه في المغرب العربي حينما حكم الزيديه ايضا في اليمن هذه النماذج لا علاقه لها بالمذهب وانما لها علاقه بمجموعه من الصراعات التي تحدث هنا وهناك ومجموعه العداوات التي تملكها القوى المهيمنه يعني فأنا. هي خيارات سياسيه الاختلافات السياسيه هي الشعارات اللي... تريد ان تقول ان الخيارات طبعًا السياسيه تستخدم فيها تستخدم فيها عملتها... الاختلاف المذهبي يعني هنا الاختلاف المذهبي يستخدم ل في الاختلاف السياسي او لخدمه الاختلاف السياسي الاختلاف الم... الاختلاف المذهبي يعني حينما كما قلت طرحت الثوره الايرانيه مجموعه من الشعارات التي تنادي وتتعاطف مع قضايا مركزية مثل القضية الفلسطينية بدأ الخطاب الغربي الخطاب الأمريكي بدأ بإعادة صياغة طرق التعامل مع الثورة الإيرانية بدل أن تكون إيران الصديقة أيام الشاه أصبحت إيران العدوة وهذا ما قاد إلى الجهات المخابراتية أن تستخدم كل الأدوات ذات المرجعيات الصراعية منها ما يتعلق بالصراع الشيعي السني في التاريخ وهذا ما تم توظيفه بحيث أن هناك أصبحت هناك مناهج وهناك مدارس وهناك توجهات لشيطنة الشيعة أو لوضع الخطاب الشيعي بوصفه خطاباً مارقاً أو خطاباً لملة غير مقبولة في منطقة مزدحمة وبدأ تأجيج المنطقة بصراعات جديدة بدءا من ال... الذي حدث في أفغانستان والذي حدث في مناطق أخرى وصولا إلى صناعة الحرب العراقية الإيرانية التي كانت هي عبارة عن صناعة مدروسة لإجهاض الثورة في إيران وهذا ما تداعى يعني كل التداعيات تداعيات الصراعات المذهبية التي حدثت في المنطقة هي جاءت ما بعد الحرب العراقية الإيرانية بوصفها ليس حربا سياسية وإنما هي حرب ذات لبوس مذهبية تمترست وراء طب أنا أريد أستاذ علي أن أخذ رأي ضيوفي بهذا التوصيف يعرف أن لم يكن ثمة الاختلاف المذهب لم يكن عائقا أمام تواصل الحركات الإسلامية فيما بينها في العالم العربي أو حتى بالنسبة للشارع العربي يعني ما كنا نسمع كثيرا مثل اللغة التي نسمعها في هذه الأيام أو في السنوات القليلة الماضية هل هذا يفسر فعلا دكتور جوماني هل السبب سياسي وليس مذهبي اختلاف الخيارات السياسية هو ما صعد من الخطاب المذهبي والتحريض الطائفي وإلى آخره أعتقد أن الأجندات السياسية الإقليمية والدولية هي التي غزت هذا الصراع الطائفي م. وإيران كانت مستهدفة كعنوان للثورة وليس باعتبارها دولة أغلبيتها شيعة أنا أذكر أنه في تونس أُتهم الاتجاه الإسلامي وحركة النهضة لاحقا بأنها موالية لإيران م. والنظام اتخذ إجراءات وصلت إلى حد القطيعة مع إيران افتعالا لتثبيت تهمة ولا حركة النهضة لإيران في المغرب أيضا ساءت العلاقات بين المملكة وبين إيران بسبب مشاكل مع الحركات الإسلامية في مصر نعرف لاحقا وفي علاقة بحزب الله توترت الأمور في هذا الاتجاه إذا إيران أنا في كانت مستهدفة ربما كفكرة ناصرة للحركات الثورية سواء اسلاميه او غير اسلاميه، في البدايه حتى اليسار العربي تعاطف مع الثوره الاسلاميه في ايران، واعتبرها عهدا جديدا، لكن بعد ذلك بالطبع التوظيف السياسي سواء بالاعتماد على الطائفيه في العلاقه بين الحركات الاسلاميه السنيه وبين ايران والحركات الشيعيه عموما او باتهام النظام الإيراني بأن اعتماده على ولاية الفقيه وعلى المرجعية الدينية لا يجعله نظاما حدثيا وديمقراطيا وكان ذلك في رأي جزء تمام. أيضا من تناول قضية على. علاقة اسمح لي أيضا أسمع رأي وعلاقة الحكم بالديمقراطية ضيفي هنا في هذه المسألة دكتور أنت تعرف أنه يعني في تحريض ضد إيران أو ضد الشيعة عموما إيرانيين أو عرب كثيرا يعني طفى على السطح في السبع سنوات الماضية لكن هناك البعض من يرجعه إلى السياسة التي اتبعتها إيران أو حركات الإسلام السياسي الشيعية في مناصرة بعضها فقط يعني بمعنى أن إيران تحركت لمناصرة الشيعة فقط ولم تكن تناصر قضايا يعني كانت تناصر الطائفة وليست القضية كيف ترد على ذلك؟ اولا كما قال م. الضيفان الكريمان المذهب هنا والمذهبيه والطائفيه توظف من اجل اغراض سياسيه، هذا ليس امرا جديدا حتى في العلاقه الاسلاميه المسيحيه تاريخيا نلاحظ هذا الشيء، هل يمكن مثلا ان نحمل العالم المسيحي والديانه المسيحيه كل تبعات واثار الحروب الصليبيه التي كانت من اجل بسط النفوذ والسلطه؟ أو أن نحمل المسلمين والدين الإسلامي بعض السلبيات التي ترتبت على ما سمي بالفتوحات الإسلامية والظلم الذي حصل إثر بعض هذه الفتوحات على المجتمعات الأخرى غير الإسلامية أبدا العامل المذهبي يوظف والديني أصلا يوظف من أجل أغراض سياسية وال... هنا لا بأس أن أقول إن الدكتور علي شريعتي المفكر الإسلامي الكبير رحمه الله. الله عنده كتاب مهم جدا انا برايي وهو باللغه الفارسيه مذهب عليه مذهب اي الدين ضد الدين دائما من اجل مواجهه دين ما او حركه دينيه ما افضل اسلوب او طريقه هو ان توظف العامل توظف العامل الديني آخر لمواجهه أو طرق أو طرق. ان تصطنع دينا جديدا او رؤية دينية جديدة لمواجهة، وهذا ما حصل، م. الذي حصل في هذه الايام هو توظيف الاعلام من اجل تكريس هذه الحالة بحيث ان الاعلام حاول ان يدخل، الاعلام الموجه طبعا، ان يدخل هذه الخلافات المذهبية والطائفية إلى اللاوعي عند الانسان المسلم بحيث انه أي شيعي يتصور أن السني ضده أو العكس. إذا لاحظنا خطاب الإمام الخميني في هذا في هذه النقطة بالذات، الإمام الخميني لم يتحدث مطلقاً، مرة واحدة لم يذكر مفردة المذاهب، دائماً كان يتحدث عن الوحدة الإسلامية، خطاب الوحدة الإسلامية يختلف كلياً عن خطاب المذاهب الإسلامية والتقريب بين المذاهب الإسلامية خطاب الوحدة الإسلامية ينظر إلى المستقبل ينظر إلى العدو يوحد الصف بغض النظر عن المذهب أو المعتقد في حين أن لذلك أود أن أؤكد أن ذلك ناتج عن هذه الحالة أما بالنسبة للنقطة التي ذكرتها إيران تدافع عن القضايا العادلة في منطقتنا وفي العالم إن كانت هذه القضايا لأهل السنه او عند السنه او عند الشيعه او حتى عند الاطار الاوسع وهذا المصطلح الذي اعاده الى المسرح السياسي والى القاموس السياسي الامام الخميني وهو علم المستضعفين، الدفاع عن القضايا الاسلاميه، الدفاع عن القضايا العادله وعن قضايا المستضعفين. هل كان في البوسنه والهرسك مثالا سنه حتى ايران تدافع عنهم وهي دافعت، دافعت بكل قواها. قضية فلسطين والفصائل الفلسطينية هل في, في حماس في حتى في النموذج المصري في بعض النماذج الأخرى في النموذج التونسي في, في كل ما حصل في المنطقة طبعا هناك قضية في بالمناسبة م. قد تكون إيران تحملت أعباء أكبر في دفاعها عن مثلا قضية فلسطين عن بعض القضايا الأخرى التي ترتبط بالعالم السني بالمقارنة مع العالم الشيعي مثلا في في طب مثال البحرين التدخل في سوريا الذي اشار اليه السيد الجوماني هل كان, كان من اجل الدفاع عن الشيعة مم. هل هناك اصلا الحكم يعني لانه قيل انه على خلفيه مذهبيه انه الايرانيين سارعوا الى التدخل هل هل الحكم في 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 سوريا حكم شيعي علماني أه طيب ما يعني وهل تدعو ايران مثلا الى اقامه حكم اسلامي شيعي هنا وهناك؟ هناك المشكله في سوريا لم تكن مشكله مذهبيه مم. المشكلة ان سوريا هي جزء اساسي من خط وجبهة المقاومة في المنطقة واريد لهذا الجزء الاساسي ان ينهزم ويكسر، لذلك لذلك ايران دافعت عن هذا المحور، دافعت عن محور المقاومة، دافعت عن المحور الذي يؤيد ويدعم القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين. طيب في موضوع ايران السيد علي خامنئي وجه رسالة باللغة العربية إلى الشباب العربي وقيل دكتور وقتها أنه هذه حالة استثنائية في خطابات الخميني أن يوجه رسالة للشباب العربي واللغة العربية سنستمع إلى ما قاله أحب أن أخاطب الشباب الغيارة العرب في خاتمة حديثي هذا وأقول لهم: إن شعوبكم اليوم تعقد الأمل عليكم، أنتم أيها الشباب، إن شعوبكم اليوم تعقد الأمل عليكم، أنتم أيها الشباب، أعدوا أنفسكم لغدٍ تنعم فيه بلدانكم بالحريه والتقدم بالاستغلال الخضوع للهيمنه الامريكيه عدم اتخاذ موقف حازم وحاسم من العدو الصهيوني الغاصب المواقف العدائيه من الاخوه والتزلف للأعداء، كل ذلك قد جعل من بعض الحكومات العربية عدوة لشعوبها. كل ذلك قد جعل من بعض الحكومات العربية عدوة لشعوبها. وانتم ايها الشباب تتحملون مسؤوليه الغاء هذه المعادله الباطله ادعوكم ايها الاعز الى ان تكونوا مفعمين بالامل والابتكار والعمل الامل والابتكار والعمل وبناء شخصياتكم عودة من جديد إلى ضيوفي تعليق سريع ما الذي استدعى السيد الخميني الحديث باللغة العربية؟ يعني خطاباته نادرا يمكن أو هي أول مرة؟ لا هو أولا في حينما كان يؤم الجمعة في طهران دائما بعد خطبتي صلاه الجمعه كان له خطبه عربيه يعني م. لمده عده سنوات سياسيا هنا هنا سياسي يعني ام هاي خطبه جمعه كانت لا هاي كانت بذكرى ها. يوم القدس العالمي لا الذكرى الامام ويوم القدس ها. العالمي كانت مع بعض في هذه السنه ثانيا هو طبعا دائما كان يوجه هذه الخطابات للعرب ثانيا وجه رسالتين الى الشباب الغربي وهنا اود ان اشير بان هذه الرسالتين ايضا مهمتين جديره بالدراسه هذه الرسالتان بعد الرسالتين اللتين وجهت الى العالم الغربي والى الشباب الغربي كانت هناك مطالبه من بعض وحصلت هاشتاجات على في الفضاء الافتراضي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بتوجيه خطاب للشباب العربي، فكان هذا, هذا الخطاب تلبية لتلك. <applause> طيب دكتور وضيوفي في تونس وبغداد، سأتوقف مع فاصل في القسم الأخير سوف نحاول يعني قدر الإمكان أن نتحدث عن تجربة حركات الإسلام السياسي الشيعية النموذج العراقي طبعا لدينا نماذج أخرى في الخليج وحزب الله. لا اعرف اذا كنا سنكون في حلقه في جزء ثاني وحلقه اخرى لهذا الموضوع ام نستطيع ان نجمله خلال الوقت المتبقي سنتوقف مع فاصل بعده نعود مباشره تحية من جديد مشاهدينا في القسم الاخير من سلسلة من هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات تتحدث عن حركات الاسلام السياسي وهذه الحلقة عن حركات الاسلام السياسي الشيعية. لدي نقطة أخيرة تتعلق بالنموذج الإيراني سأطرحها وبعدها ننتقل مباشرة إلى نموذج العراق. السؤال الأخير أنتقل به إلى بغداد إلى الأستاذ علي وهو عادة ما توجه لايران تهمه الاستفاده من حركات الاسلام السياسي الشيعيه لزعزعه استقرار الدول التي تنتمي اليها هذه الحركات. هل هذه التهمه واقعيه؟ يعني بمعنى ان ايران تفعل ذلك فعلا ام هو في اطار ما كنا نتحدث عنه يعني الخلاف السياسي والتحريض والى اخره. ماذا عن هذا الاتهام الذي يشكل اساس الخلاف الان؟ بين كثير من الأنظمة العربية وبين إيران يعني الاتهام يظل الاتهام سياسي في جوهرة لكن التواصل مع حركات الإسلام السياسي إن كان في العراق إن كان في البحرين إن كان في لبنان إن كان في تونس هذه مسائل يعني أكد عليها قواعد التلاقي السياسي لا اقول الاشتباك السياسي ان هناك تواصل ما بين الحركات الثوريه ان ايران دوله لا تخفي دعمها لهذه الحركات وربما هي تدعو هذه الحركات لان تنخرط في مشروع الدوله الوطنيه لدولها، يعني حزب الله ليس هو بعيدا عن عن مفهوم الدوله اللبنانيه، ولا حتى حركه الوفاق بعيده عن الدوله في البحرين، ولا حتى حركه النهضه بعيده عن الدوله في تونس، فاعتقد ان مفهوم التواصل هذا هو الذي يمكن ان يوفر جوا الى ان ظاهره الاسلام السياسي تتحول الى كما يسميها الأدب الغربي أو كما تسميها بعض الأدبيات بأنه أدب مقاومة أو أنها ظاهرة مقاومة وأنها ستقاوم مشاريع التطبيع مشاريع الرجعية مشاريع القوى الديمقراطية هذا ما يجعل أو ما يجعل اتهام إيران أو يسوغ اتهام إيران بأن إيران هي التي تدعم هذه الحركات وأنها تجيرها لصالح توجهاتها المذهبية يبقى الموضوع في جله هو موضوع صراعي ما بين قوى متعددة هذه القوى أن نجاحها فشلها يعتمد على قدرتها في انها تقدم خطابا انسانويا خطابا معرفيا خطابا يمكن ان يلبي او ينسجم الى حد ما مع طموح الجماهير التي بدات تعاني من الفشل السياسي في هذه الدول يعني هذه الدول بتحولت الى دول ازمات وهذه الأزمات إن كانت أزمات عسكرية وأزمات سياسية أو أزمات ديمقراطية وأزمات بدأت تنعكس على الجمهور م. لذلك يعني يظل ال 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 الاتهام السياسي أو الاتهام الطائفي يصب دائما على المصدر المصدر الإيراني باعتبار أن هذا المصدر هو الذي يغذي هذه الحركات وهذا ما يجعل هذه التهمة متضخمة إعلاميا يعني ولكن هناك في نهاية المطاف علاقة علاقه بين الجمهوريه الاسلاميه بين ايران وبين حركات الاسلام السياسي الشيعيه هذه العلاقه دكتور القوماني تندرج تندرج أستاذ في ك... أستاذ, استاذ كمال فضل لا لا استاذ كمال عفوا لحظه واحده لحظة يعني هذه هذه هذا التواصل هو مقبول في سياق العلاقات يعني هو ليس ليس بعيدا عن الواقع وليس يعني هناك علاقات في الخفاء فاظن ان هذا التواصل هو موجود وله مرجعياته وله أطر الاعلاميه وله سياقاته وحتى الحركات حركات الاسلام السياسي اذا جازت لنا التسميه تعترف بان هذه العلاقات مع دوله تقدم لهم الدعم، دوله تؤمن بمشروعهم الوطني ومشروعهم المقاوم. طيب دكتور جوماني ما تفضل به ضيفي الاستاذ علي هذه العلاقه الطبيعيه العلنيه هل هي في إطار مشروع إيراني كما يقال أن هذا تصب في خدمة آخر شيء دولة معينة وهذه الحركات الأخرى هي تعمل لصالح هذه الدولة أم هو تواصل يشبه تواصل الإسلاميين عامة لأن الحركات الإسلامية تتواصل حركة الإخوان المسلمين مثلا تتواصل فيما بينها بالداخل والخارج وإلى آخره وحتى تتكاتف فيما بينها كما لاحظنا عندما تم ازاحه الرئيس مرسي من السلطه يعني الكل صار يتحدث عن رابعه الرئيس التركي وفي تونس وفي اكثر من دوله عربيه، يعني هل هذا يقع في هذا الاطار ام في الاطار الاول الذي تحدثت عنه؟ اولا استاذ كمال لا يمكن ان نغفل الخلاف المذهبي تاريخيا كان يخفت او يطفو على السطح بحسب السياقات م. حتى في الامور الفقهيه كان هنالك تقارب بين المذهب الجعفري ربما والمذاهب السنيه الاخرى واحيانا يحتدم الصراع الطائفي وتتباعد الامور م. في السياق المعاصر اذكر ان السيد مهدي شمس الدين في وصاياه كان قد ركز على ان لا يحضر الشيعة في اي بلد على انهم طائفه وان يتجنبوا طرح قضاياهم من زوايا طائفيه ووصيته في هذا الامر معلومه. كبار القاده الشيعه وخاصه الامام الخبيني شدد على الحذر من هذا العنصر ان شاء الذي يمكن ان يشتغل عليه الاستكبار الدولي وغيره. لكن للاسف واقعيا ايران تقاربت اكثر مع الحركات السياسيه الشيعيه. مثل ما ربما الاسلام السياسي السني تعاطف اكثر مع تركيا السنية إذا هذا مفهوم في حدود معينة ولكن تعقيدات المذهب الشيعي تخلق مشاكل أكبر أنا أذكر أن السيد حسن نصر الله قبل أن يصير يعني أمينا عاما لحزب الله وبعد ذلك كان يشدد على أن حزب الله ينتمي مذهبيا وفقهيا إلى مرجعية الإمام الخميني وهو حزب لبناني هذا يحدث نوع من حرج ونوع انشانا من التشابك في العلاقه حضور ايران في دعم المقاومه الاسلاميه في لبنان او في دعم الحوثيين في اليمن كان واضحا ثم لا ننسى هذا عامل مهم ان بعض المتعصبين اقول من الشيعة على غرار المتعصبين من السنة وما سماه البعض بالشيعة لندن الذين بالغوا في اثارة المسائل الطائفية في لعن السيدة عائشة في اثاره قضايا الائمه الاربعه وعلاقتهم بالخلافه وكذلك بعض المتعصبين من السنه الذين تشيعوا ربما اساؤوا ايضا لهذه العلاقه بايران الدوله فالملاحظه الاخيره هو ان هنالك فرق بين تعاطف حركات اسلاميه ليست في الحكم فيما بينها وبين تعاطف حركات معينه مع دوله اقليميه ذات اجنده طبعا. وذات اهداف وذات اعداء هذا ربما عقد الامور نوعا ما في العلاقه بالجمهورية الاسلاميه بايران دكتور اولا هل هناك مشروع ايراني؟ نعم هناك مشروع ايراني. السؤال يجب ان يكون لماذا بعض الدول ليس لها مشروع؟ ليس العكس ان يكون لدوله ما مشروع هذا امر محمود وليس منبوذا ما هو المشروع الايراني؟ هو طبعا مواجهة المشروع الاخر، المشاريع الاستكبارية، الاستيطان، الاحتلال الولايات المتحدة وما إلى ذلك، الولايات المتحدة، الاستعمار الغربي، الكيان الصهيوني وما إلى ذلك ومعروف لا أريد أن أتحدث عن ذلك. هناك إشكالية في فهم الفقه الاسلامي الشيعي والسني المرجعية الدينية والانتماء إلى مرجعية ما لا يعني بالضرورة التبعية السياسية التبعية السياسية ده. كما أن مثلا إذا قلنا أن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين هو المرجعية الدينية مثلا للعلماء المسلمين في العالم أو الفاتيكان مثلا المرجعية المسيحية للكاثوليك في 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 العالم أو نماذج أخرى أو النجف اليوم في الكثير من الشيعه يتبعون المرجعيه الدينيه في الناس. هذا م. لا يعني بانهم يتبعون النظام لا. السياسي مثلا في العراق. م. انا اود ان اسال اخينا اخانا من من تونس م. سؤالا اذا كان في اليمن سنه وكانوا يواجهون في سنه ليسوا كلهم زيدي. من الزيود م. من الزيديين م. وكانوا يواجهون هذا العدوان السعودي. ماذا كان موقف ايران؟ لم يكن يختلف. كما ان موقف ايران من مجمل القضايا في المنطقه ان كانت في مناطق سنيه او في مناطق شيعيه بل وحتى اريد ان اقول اكثر من ذلك ايران تدفع ثمن دفاعها عن قضايا عادله في المنطقه لاهل السنه من قبل بعض الشيعة التي تحدث عنهم الأستاذ من تونس م. وهم من المتطرفين أو من اللي اللي ما يسمى شيعة لندن مثلا اه. لذلك القضية ليست قضية الشيعة والسنة أما بالنسبة للإشكاليات لدى <applause> الشيعة والسنة يمكن ان يؤخذ من قبل الشيعه على السنه ونصوص اهل السنه واداء البعض من اهل السنه الكثير من المؤاخذات والعكس صحيح ايضا كما اننا نحن الشيعه نحن الشيعه لنا مؤاخذات على اداء وعلى نصوص وعلى فكر الكثير من الشيعه انفسهم لذلك نحن يجب ان ناخذ المشروع ناخذ المشروع بعمومياته باطلاقاته لا ناخذ جزئيه هنا يعني او هناك تريد ان تقول دكتور انه توجه المشروع واهدافه نعم. هو ما يجب هل المشروع علي الايراني هو مثلا سواء, كان, سواء يعني كان هذا المشروع يعني تتصدى له ايران او اي دوله اخرى نعم يعني طالما المشروع مواجهه الاستعمار مواجهه اسرائيل دعم حركات المقاومه في المنطقه الى اخره فيجب ان الحكم على هذا ولا نحمل يعني. هذا المشروع واصحاب هذا المشروع والذين يشرفون ويتابعون ويدعمون هذا المشروع بعض السلبيات التي تحصل هنا وهناك من أناس قد يكونوا هم أيضا ضد هذا المشروع لا نحمل بسبب المذهب بسبب أنهم ينتمون إلى مذهب واحد هذه هي الإشكالات التي يجب أن نهتم بها حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة وإلا نبقى في دوامة هذه الصراعات والخلافات التي لا توصلنا بل بالعكس تبعدنا عن القضية الأساس وهي قضية فلسطين والقضايا العادلة في المنطقة يعني يؤخذ دكتور جوماني قبل أن أنتقل يعني إلى موضوع العراق يؤخذ أيضاً على حركات الإسلام السياسي طبعاً هون ما بنتحدث سنة وشيعة لكن يؤخذ على حركات الإسلام السياسي على حركة الإخوان المسلمين مثلاً أو حركات الإسلام السياسي السنية بأنها أعطت الأولوية للداخل للقضايا الداخلية يعني الموضوع السلطه موضوع القتال مع الانظمه الى اخره على على المشروع فلسطين الذي يعتبر جوهريا في الفكر الاسلامي وفي فكر الحركات الاسلاميه ويقال اليوم حسب التوصيف ان الاسلام السياسي الشيعي تقدم في هذه المساله في مواجهه امريكا في مواجهه اسرائيل الى اخره ماذا تقول في هذا وافقك الراي فعلا حركات الاخوان المسلمين بصفه عامه والحركات الاسلاميه في البلاد العربيه تاخرت في وقت ما عن مركزيه انشاء القضيه الفلسطينيه وعن الرؤيه الاقليميه للوضع العربي وللوضع الاسلامي بصفه عامه واظهرت الحركات الاسلاميه الشيعيه وعيا اكبر خطابات حسن نصر الله ورؤيه حزب الله بصفه عامه للمنطقه ولتضاريسها السياسيه بعيدا عن المساله المذهبيه كان متقدما جدا وواضحا كنا نتمنى ونرجو ان يجتمع المسلمون عموما وعلى عناوين كبرى في نصره فلسطين في نصره فكره الوحده والتعاون بين المسلمين في البحث عن المشتركات والابتعاد عن القضايا الخلافية لكن كما قلت دائما هنالك من يشتغل في الخارج وفي داخل الأنظمة المعادية بصفة عامة للمصالح الشعوب على إثارة القضايا الطائفية استفاد أنا في رأي الجميع من هذه النعرات الطائفية وأتوقع أن يكون مستقبل العلاقة بين إيرانيين وبين العرب أفضل وأنا أعرف بأن إيران الآن أحدثت قسما للعالم العربي بجميع الطهران وأصبح المتقنون للغة العربية بإيران أكثر عددا بكثير مما كانوا عليه في العقود السابقة وخاصة في عهد الشاه إذا ربما هذا التقارب وهذا التبادل سيغير الأمور وأتمنى أيضا أن تكون علاقة بعض الحركات الإسلامية أو التحررية غير الشيعية قوية بإيران حتى تعطي مثالاً آخر على الأقل على أن إيران لا تدعم فقط الأجندات الشيعية، فعلت ذلك جزئياً مع حماس والجهاد في فلسطين لكن وضع بالطبع فلسطين لا يمكن أن يكون مثالاً لبقية المناطق نظراً لخصوصية عفواً عفواً لماذا لماذا تقول جزئياً؟ من الذي يدعم حماس والجهاد الاسلامي اليوم غير ايران؟ لماذا نعم جزئيا يص... أن ايران تدعم؟ قلت على جزئيا لان قضيه القدس قضيه محوريه في وصيه الامام الخميني في اهتمام م. المسلمين بصفه عامه هذا محمود وايجابي لكن لو يتعمم في فضاءات اخرى سيكون نموذج مشجع اكثر لهذا التقارب إن شاءنا آه الإسلامي أنا أقول أو التقارب بين المسلمين بعيداً عن الخلافات المذهبية التي يبقى لها إطارها الخاص ولا طيب. يمكن أن تكون عائقاً أمام التعاون في هذا الإطار مشاهدينا السيد حسن نصر الله أكد في يوم القدس العالمي قبل خمسة أعوام تقريباً أن حزب الله وان الشيعه لن يتخلوا عن فلسطين مهما كلف الامر، نتابع ما قاله سيد نصر الله في هذه النقطه. نريد ان نقول لكل عدو ولكل صديق، وهذا هو الحقيقه التي عمدت بالدم، مش كلام انا عم عن على المنابر، هذه حقيقه عمدت بالدم. اليوم بيوم القدس اخر جمعه من شهر رمضان المبارك 2013 ميلادي نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين يعني هذا الخطاب دكتور ربما يجعل الاسلام السياسي او حركات الاسلام السياسي الشيعيه هنا نتحدث بشكل اساسي عن ايران وحزب الله يجعلها في مازق، يعني عندما تكون متقدمه في موضوع النظره الى القضيه الفلسطينيه، تحرير القدس، تحرير فلسطين، كما في خطابات حزب الله وسناتي على تجربه حزب الله كنموذج لحركات الاسلام السياسي الشيعيه بشكل مستقل، الدخول الى الجليل. هذا يتقدم على كثير من حركات الاسلام السياسي سواء كان السنيه او حتى حركات القوميه العربيه او اليسار او حتى السلطه الفلسطينيه التي تتحدث اليوم والمبادره العربيه التي قدمتها الجامعه العربيه كل يتحدث اليوم عن مفاوضات عن حدود 67 عن حل عن تسويه الى اخره الا تعتقد بان على الاسلام السياسي الشيعي ايران حزب الله أن يراجعوا هذه المسألة؟ يراجعوا لماذا؟ م. يعني إذا كان البعض اليوم يقول لك هذا الطرح ما عاد واقعيا في ظل أنه كثير من التيارات بدأت والأنظمة العربية بدأت تتحدث عن أشياء أخرى يعني. آه شوف أستاذ كمان م. أولاً الكثير من الأمور ومن الانتصارات التي تحققت خلال العقود الأخيرة كانت تعتبر في يوم ما مستحيلة حلماً. وغير واقعية. بعد كل النكسات والهزائم التي تحملها العالم العربي والإسلامي على الأقل في خلينا نأخذ فقط القضية الفلسطينية في قضية فلسطين نرى اليوم أنه كما عبر سماحة السيد حسن نصر الله أنه جاء زمن المفاجآت والانتصارات وولى زمن الهزائم لذلك المهم أنه ما هو المبدأ نحن خلال هذه الساعة ونصف من هذا البرنامج وخلال الكثير من البرامج م. مع الأسف نركز على جانب الخلافات م. مشروع الثورة الإسلامية في إيران هو مشروع أمة مشروع نهضة مشروع بناء حضارة إسلامية جديدة كما يعبر السيد الخامني كرارا ومرارا يا أخي أترك موضوع النهضة بس والأمة عوائق. أترك, دكتور. أترك دكتور إذا كانت حركات الإسلام السياسي أعجبت بالنموذج الإيراني 79 والآن في خلاف سياسي محصور بالدور السوري بس في حركات في العالم العربي قومية ويسارية وليبرالية والأخري في موضوع قومي اليوم نعم. يعني أنه في من العرب من يقول لك ليش إيران تقود بغض النظر عن الشيعة يعني تقود مشروع الأمة طيب خل آه الإسلامية طيب خل خلي خلي يتصدى هؤلاء هذا المشروع للمحة. ونحن نسير خلفهم المشكلة ليست لماذا إيران تتصدى لهذا المشروع يا أخي أترك الأمة والنهضة والعزة والحضارة وكل شيء خذ قضية فلسطين لماذا نتراجع عن تحرير أرض فلسطين من النهر إلى البحر ونتحدث عن 67 و48 وغزة ورام الله وما بعد لماذا هناك أرض مغتصبة بكل المعايير بمعايير الفقه الإسلامي السياسي السني هل تحرير الأرض المغتصبه واجب, واجب على شارع. كل مسلم او لا، خلينا نعمل بهذا الواجب الشرعي، اترك كل الحيثيات السياسيه والحيثيات القوميه والحيثيات المذهبيه، هناك ارض مغتصبه ونحن نريد تحريرها، فلنتفق على هذا المبدا. المشكله في المشروع ليست في هذا المذهب او ذاك، اصلا ايران في دعوتها لهذه النهضه ولتاسيس الحضاره الاسلاميه الجديده وللدفاع عن القضايا العادله وعن قضيه فلسطين لم تنطلق من منطلق مذهبي ابدا م. هذه الاقوال تطرح وتتهم ايران بالمذهبيه للفرار من الدفاع مستحقا. عن القضايا العادله في المنطقه م. والا فلياتي هؤلاء ويستلم المشروع ونحن سنكون وراءه تمام أستاذ علي الفواس أختم معك وموضوع النموذج العراقي نموذج حزب الله حركات الإسلام السياسي الشيعية في الخليج سنترك لحلقة ثانية لكن في هذه النقطة تحديدا أريد أن أسمع رأيك خاصة بأن أيضا من الملاحظات التي تسجل انه حركات الاسلام السياسي الشيعيه غير ايران وحزب الله غير معنيه بموضوع قضيه فلسطين، يعني حركات ال الاسلاميه في العراق مثلا الشيعيه، حزب الدعوه مثلا في العراق يبدو غير معنيا بما بهذه القضيه المركزيه، يعني يبدو في حركات الاسلام السياسي الشيعيه هناك من هو يعمل او مؤمن بهذه الفكره، هناك من يعتقد انه هو غير معني او بعيد او الى اخره. ماذا يمكن القول في هذه الحالة؟ يعني لا أعتقد لا لا أستاذ كمال يعني لا أعتقد أن حركات الإسلام السياسية أو الجماعات الإسلامية بالعراق بشكل عام غير معنية بقضايا جوهرية تدخل في إطار الأخلاق في إطار القيم في إطار حتى في إطار التوصيفات الشرعية لمثل هذه الأشكال المقاومة لكن الآن في الوضع في العراق لأنه وضع معقد ووضع صعب وهناك جمله من التحديات الكبرى يعني تحديات بناء الدوله، تحديات الارهاب، تحديات الفساد، تحديات العشوائيات، تحديات تحديات كبيره تقف امام جماعات الدوله الجديده، يعني ان كانت هذه الجماعات اسلاميه او غير اسلاميه، فاعتقد ان يعني وجود هذه التحديات ربما يعوق التصريح المستريح كما يمكن تسميته بين قوسين. التوصيف المستريح عن التعاطف المباشر والدعم المباشر مع هذه القضيه او تلك. الان الرهان الكبير الذي تعيشه جماعات الاسلام السياسي في العراق هو نجاح انخراطها في مشروع الدوله هذا اولا وايضا هو قدرتها على الاستمرار بمواجهه الارهاب بكل إشكاله يعني الإرهاب الطائفي الإرهاب التكفيري الإرهاب ال... 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 الاحتلالي الإرهابات المتعددة الآن نجاح قوى القوة... الإسلام السياسي زائداً القوات المسلحة في القضاء على داعش أعتقد هو الفعالية الكبرى أو مم. هو العلامة الكبرى على نجاح هذه الجماعات في أنها تمثل نعم. أفقاً جديداً مم. لمشروع سياسي مقاوم فضلا عن أن هذه القوى هي أيضا بالمقابل انخرطت بشكل ناجح في العملية الديمقراطية والدليل على ذلك أن جماعة الإسلام السياسي أو الجماعات الإسلامية المسلحة بشكل خاص إذا جازت هذه التسمية أنها قد حصلت على مقاعد مهمة في هذه الدورة الانتخابية هذا دليل علي, علي. أن التحول من العمل المسلح إلى العمل السياسي علي. هو شكل من نجاح, اه نجاح الخطاب يعني اه اه عفواً عفوا انتهى الوقت وسيكون لك دور مركزي طبعا في الحلقه المقبله سنتحدث عن العراق بشكل اساسي تجربه حزب الدعوه بشكل جوهري في هذه المساله انا ادعو ضيوفي من هنا ضيفي الدكتور شريعه مدار وايضا الدكتور جوماني وحضرتك استاذ علي لتكونوا معنا في القسم الثاني والاخير من مراجعه تجربه حركات الاسلام السياسي في هذه المنطقه الجزء الثاني من تجربه الحركات الاسلام السياسي الشيعيه. مشاهدينا الكرام اشكر جميع ضيوفي والى اللقاء في الاسبوع المقبل.